اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الشتاء والبرد بدا من الكرش بدات بشايره، فلما بيجي لازم يكون معانا العدس. العدس من خير ارضنا، العدس الاصفر، العدس ابو جبه، العدس الاسمر، كل انواع العدس عندنا احنا ابدعنا في عمايلها. معايا العدس النهارده ابو جبه اللي هو الحبه الكامله او العدس الاسمر المسمى بتاعه. عايز اعمله طاجن النهارده بفكر تاني ومدرسه المغازي، اكيد هيكون جديد ما شفناهوش قبل كده. فهنعمل طاجن العدس النهارده بالخضار، مقاديره في متناول الجميع، ولكن البطل والعصب الرئيسي هو العدس. ننقيه كويس، تكون الحبه نظيفه وزي الفل، وازاي نتلاشى الماده الغازيه اللي موجوده فيه اللي هي بتعمل مشاكل مع القولون. معانا كمان النهارده اطفالنا هيعترضوا على العدس، مش عايزين عدس يا ماما، انا بحب الفراخ، بحب اللحمه. معانا فطاير الدجاج النهارده برضو بفكر جديد، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. فكره عمل الحواوشي، فكره عمل قراص الفراخ، ولكن الفكره النهارده برضو بسيطه وسهله بتناسب كل الامهات والمبتدئين في المطبخ. السلطه بتاعت النهارده سلطه البتنجان، ولكن البتنجان النهارده انا مقدمه جاهز مشوي. شلت القشره الطبيعي بعد ما بيبرد، ومعايا البتنجان مخلي اللي هو لحم البتنجان من جوه. هنعمله برضو سلطه النهارده لطيفه وجميله، هنعملها بمال كرنب مع عصير الليمون وزيت الزيتون. يعني من الاخر مطبخ النهارده تفاصيله صغيره، مقاديره في متناول الجميع، ولكن الطعم والشكل جديد. انا مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه فيها شغل للامانه، وفيها ابتكار طهوي، وفيها رؤيه، وفيها فن، وفيها ازاي اقدم المطبخ بتاعي كل يوم بشكل جديد، مع ان ربنا سبحانه وتعالى عادل في ان هو يخلق للبشر كل انواع المقومات بتاعه الحياه واحد على الكره الارضيه، ولكن احنا كانسان لازم نغير من الفكر والشكل والطعم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نشوف الشيف المغازي النهارده هيقدم لنا العدس الاسمر ازاي، العدس ابو جبه ازاي، والعدس ده ضيف في كل بيت مصري، في كل بيت عربي، ولكن احنا المصريين من نعم ربنا علينا ومن نعم الارض الطيبه، العدس في الارض من الارض الطيبه مصر لا يوجد له مثيل، بصلها وثومها وعدسها. العدس معانا العدس معانا مقاديره كالاتي. معانا عدس اسمر، ومعانا بصل وطماطم وكزبره خضراء، والتوابل بتاعتنا اساسي فيها الكمون والملح والفلفل، والافتكاسه بتاعت الشيف هنشوفها في نهايه عمل الطاجن بتاعنا هيتقدم ازاي. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن البطل هنا العدس الاسمر المصري. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وتعالوا نعمله بطريقه جديده. اول حاجه معايا حله على النار بتسخن فيها قليل من الزيت، هخليها على جنب كده. حلو قوي. هناخد العدس بتاعنا ده ونحط عليه ميه مغليه عشان نتخلص من الغازات بتاعته، زيه زي البقوليات، بس ده ما يطولش، ما يتنقعش ليله كامله. دي فتره بسيطه كده على ما اجهز البصل والثوم، واقشر لي بصلتين ثومتين حلوين كده، والتوابل بتاعتنا، ونجهز نفسينا ونشرب الشاي بتاعنا، نشرب القهوه بتاعتنا. يعني تقريبا 10 دقايق منقوع في ميه مغليه. نع البقوليات زي العدس، زي الفاصوليا، زي اللوبيا، زي الفول، زي الحمص في ماء تخلص من مشاكل الغازات. ده العدس الاسمر بتاعنا الجميل، بتشتريه من اي عطار يكون بالشكل ده كده. عندي ميه مغليه، اللهم صل على النبي، باخدها كده واسقطها على العدس بالشكل ده كده، بس خلاص. حلو الكلام. دي مرحلة أولى، ونقلبه كده. طبعا أنا مش هطبخه بالمية دي، دي مية مغلية. شوفي بس التركية اللي المغازي هيعملها عشان اللي عنده مشاكل مع القولون، عنده مشاكل مع الجهاز الهضمي، البقوليات زي العدس زي الفول، ازاي نتلاشى بنسبة تقريبا 80% أو 70% من مشاكل الغازات. دي مية مغلية حطيتها على العدس كده، وحطيت شوية كمون، الله عليك وعلى والديك، وحطيت عينيا، وحطيت شوية كمون بالشكل ده كده، الله عليك يا عم الشيف، بس خلاص. ليه محلات الفول دايما بنلاقي على الطاولة وعلى الترابيزة حاطط لنا كمون وملح وشطة، بس تلاقي دايما الكمون غير الكبابجي. الكبابجي ما بحطش حاجة، يعني لأن المحم متبل،
او اي محلات بتاعه اكل تانية. الفول بالذات محلات الفول لما نخش نلاحظ حاطين لك الكمون على الترابيزه، لان الكمون ملازم الفول، لا ولو خلص الفول انا مش مسؤول. شفت العدس في ميه مغليه بشويه كمون، هي دي التركايه، ده الجديد. انا طبعا هصفيه من الميه دي وقت ما اطبخه دلوقتي. حلو الكلام، دي مرحله اولى. معايا فص من المستكه ومعايا شويه خضار زي البصل، فلفل، قطعهم كده، عايز الخضار ده يبان مع العدس. حلو. تمام. ناخد الفلفل الاخضر ده كده، حلو بالشكل ده كده برضو. الفلفل الاحمر ده حلو. طاجن العدس بالخضار، خضروات مع العدس الاسمر بالذات تبقى لطيفه وجميله. وعلى فكره الخضار بيبقى طعمه مختلف، والعدس احنا كلنا عارفين غني بالبروتين النباتي المفيد جدا لكل حاجه، البروتين النباتي الامن. هنقول بقى مشاكل الكوليسترول، مشاكل الناس اللي عندها نقرس والحاجات دي كلها ما نكترش منه، ولكن ما نقدرش نستغنى عنه. دي شويه خضره حلوين كده متقطعين زي الفل. معانا في الطاسه بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده فص مستكه، بنحطه هنا كده كانك هتعملي كوارع او هتعملي عكاوي. مستكه، حلو. مع المستكه دي تسيح اشم ريحتها، بنزل بالبصله بتاعتي، بنزل بالتومه بتاعتي، بنزل بالزبده الجميله الحلوه، ونقلب دول كلهم مع بعض. اشم ريحه المستكه مع البصله والتومه. شفت الشقاوه؟ اهو دي مرحله كده اولى زي الفل. بصل، توم، يا سلام يا سلام على الثلاثي الجميل لما يجتمعوا في حله واحده ولا في طاسه واحده، البصل والتوم والعدس. بصل وتوم وعدس، اقلب كده البصلايه لغايه لما اشم ريحتها، ما تتحرقش مني، انا مش بعمل شوربه بصل ولا بعمل صياديه. فص المستكه هنا ملعلع. ناخد العدس بتاعنا الجميل الحلو ده كده، بنصفيه. خلي بالك نصفيه، يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الميه اللي انا ناقع فيها العدس دي مش عايزها خالص، خلي بالك ده مهم جدا على فكره. شفت الحبات العدس بقت موردت ازاي وادتني لونها الحلو؟ شايف الجمال؟ شايف الجمال؟ يلا بينا، هو ده. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا، هو ده. الله الله، لا تقول لي بقى لحم ضاني ولا لحم كندوز. شفت الحبات العدس بقى لونها حلو ازاي؟ هو ده. ماء مغلي. شوية كمون مطحونين فريش. ما تجيبيش الكمون المطحون بقاله شهور عندك، ملوش لا طعم ولا رايحة ولا لون. العدس نزل كله كده. ده مش عايزه. حلو يا عم الشيف، الله يبارك لك. ونقلب دول كده مع بعض. الله. نقف محطة هنا نقدر نعمل من ده شوربة عدس. حلو أوي. نقدر نعمل من ده أكلة اسمها مجدرة من المطبخ اللبناني. يعني إيه المجدرة من المطبخ اللبناني؟ يعني العدس ده بينطحن وياخد كزبرة وتومة زيه زي البصارة. من العدس ده نعمل أكلة اسمها مدردرة من المطبخ السوري، بتاخد رز بسمتي مع بصلة مقرمشة زيها زي الكشري المصري بتاعنا. يا حلاوتك يا شيف، ده العدس مدرسة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ العدس بيلعب في الطاسة. معانا خضار، فلفل ألوان، بصل، كل ده بيستوي مع بعضه.
يقوم الخضار ده ينزل السوائل بتاعته، الفليفر بتاعه، الجمال بتاعه. ونسيبهم على النار يا عم الشيف، وكده خلصنا الطاجن بتاعنا. توابلنا شويه ملح، شويه فلفل، دول اساسي. شفت الحلاوه دي كده اهو. مخرجنا عايز يشوف الحله ودلع الحله. الحله دي فيها كنز، كنز طهوي، خبره طهويه. شفت الجو ده كده. ونسيبها تغلى على النار مع نفسها. نعم يا غالي، سؤال وجيه جدا. معايا مخرج دايما ينكشني، يعني يطلع معاه مني المعلومه والتركايه وسر الطبخه. ليه ما شوحتش الخضار مع البصلايه قبل ما تحط العدس؟ الله عليك. الاهم من ده ان انا الخضار ده عايزه ينزل السوائل بتاعته، يتعرف على الخضار. السوائل بتاعت الخضار تتعرف على العدس. هنخليها زي ما هي كده يا عم الشيف. شويه الملح بتوعنا كانك بتملح الرز، شويه الفلفل الاسود كانك بتبهر الرز، شويه الكركم الحلوين كانك بتبهر الرز، شويه البابريكا الحلوين كانك بتبهر الرز. كل دول في قلب العدس ونقلبه تقليبه. وقال لك ايه بقى؟ اتقل على العدس لما يحلو. هناخد بعضينا ونطلع فاصل، وانا في الفاصل بتاعي معانا كنز في قلب الحله، خبره طهويه. الشتاء جه فلازم نقدم العدس بافكار جديده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي هنعمل فطاير النهارده. الفطاير دي اعملها بفكر تاني خالص، مقاديرها برضو في متناول الجميع. معانا دجاج مفروم بيتجاب صدور ويتفرم زيه زي اللحمه، معانا على الشاشه. معانا معلقه طحينه، معانا جبنه، معانا زيتون، معانا بقدونس، معانا مقادير العجينه، دقيق كوبايتين ثلاثه حسب الكميه اللي انت حباها. بيختلط معاهم البيض، زبادي، معلقه بيكنج باودر، رشه ملح. بتسيب العجينه تتخمر او ترتاح، بعد كده بنشتغل فيها. والمقادير على الشاشه، لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن الفكر الطهوي والخبره الطهويه تعلو قمه الهرم. ولكن اللي يهمني في الاول مقادير العجينه، علشان هي دي سر الايه؟ نجاح الفطاير دي. العجينه معانا، بنعجنها طبعا من قبل على ايدي علشان تتخمر. مقاديرها تاني، كوبايتين من الدقيق، بياخدوا بيضه، زبادي او حليب اختياري زي ما انت عايزه. معانا العجينه بالشكل ده كده. ايه رايك في العجينه بقى على البلانشه؟ مخرجنا هو ده. حلو. هنبدا نعمل الخلطه بتاعه الدجاج اللي هي بتاعه الفطاير. اعتقد واتذكر ان انا عملتها باللحمه قبل كده. هعملها النهارده بفراخ ولكن بفكر مختلف. معانا صدور فراخ مفرومه خشن مش ناعم، يعني لما تجيب وش المفرمه او توصي الجزار يفرمها لك خشنه مش ناعمه. الفراخ غير اللحمه، ما تتفرمش ناعم، لما تتفرم خشن تديك الطعم. دي فراخ بنحط عليهم بيضه. حلو الكلام. بنحط على البيضه دي معلقة دقيق صغيرة، شوية بقدونس حلوين. بعمل الحشوة. حلو الكلام. سنة شبت صغيرة، معلقة طحينة أو سنة طحينة كده. العب. حلو. كمان شوية ثوم، شوية بصل مفرومين ناعم، البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، ملح. نعم أوريك صورة حلوة، أوريك صورة بتتكلم مصري. بص يا غالي أنت حبيبي دلعني. ناخد البهارات بتاعتنا، بهاراتنا يا عم الشيف هنا، ملح وفلفل، شوية بهارات، شوية فلفل حلوين كده، يعني شوية بنتبل حتة كفتة في الآخر. حلو. بابريكا. جو. ده الصوت ده بالله عليك ما بتتكلم مصري. العب.
بص بص قلب بالك بقى كده، هو ده بص شوف العدس يتنافس مع تشكيله مرة. ممكن تحط سبانخ على فكره، ممكن تحط سلق زي ما انت عايزه. لا ما ينفعش مشروم، انت عايز تخترع وخلاص. مشروم بروتين نباتي ولكن ما يحبش العدس. لما الاثنين بيكون عندهم نفس الصنعه ونفس المهنه ما يحبوش يجتمعوا في حته واحده. خلي بالك بص شوف الخضار خد لون تاني ازاي، خد طعم تاني ازاي. اسيبه على النار رايح جاي نبص عليه. نبدا نكمل مع بعض. عاجبني اول قرن الفلفل ده كده، خدتهم احطهم على الخلطه دي. حلو، نعجن العجينه دي. دي عجينه الحشو، فراخ، بقدونس، شبت، بيضه، معلقه دقيق، بهاراتك الحلوه من ايدك الحلوه، تسلم ايدك يا امي. وادلعها كده، وبقى معايا حته كفته حلوه زي الفل. دي مرحله اولى. تسلم ايدك يا عم الشيف، هنخليها على جنب بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ تمام. على فكره الفطاير دي انا مش هسويها في الفرن، هتستوي على عين البوتاجاز. ممكن نخليها تكمل سواها في الفرن، احنا مع بعض يعني، احنا ونصيبنا بقى كده. الكفته بتاعتي جاهزه، مروق الترابيزه عشان مخرجنا بيحب كده. ناخد العجينه الحلوه اللي ارتاحت واتخمرت. انا عايزك تنظمي وقتك في المطبخ زي ما انا شغال، بنفس المدرسه المغازيه دي كده. حلوه المدرسه المغازيه دي، الحاجه اللي بتاخد وقت كتير على السوا انا حطيتها في النار ونسيتها، اللي هو العدس. واسيبه على النار كده يستوي لغايه لما حبات العدس تفتح ويتقل كده. ما تستنيش عليه لغايه لما ميته تنشف، خلي بالك بالشكل ده كده. عايز شويه ميه، هنحط له شويه ميه مغليه زي الفول لما يجي يتدمس. اوعى تحط ميه بارده، تكوني بتدمسي الفول يا امي كده ولا حاجه والميه بتاعته نقصت وتحط ميه بارده، هتلاقي الفول اسود وزعل منك. لازم تحط ميه سخنه. هناخد العجينه الحلوه بتاعتنا دي كده بشويه دقيق بنفرتها على البلانش. حلو، ونعملها شكل مستطيل زي البلانش، يعني تقريبا 30 في 60 او 30 في 90 او 40 في 50. حلو، انا عايزك وانت واقفه في المطبخ تبقي رايقه وفايقه، مفيش حاجه تشغل بالك. عندك مشكله مستعصيه فكري فيها وانت في المطبخ، هتتحل على طول بعون الله. زي ما انا شغال كده، شيل الزبده من هنا اللي معطلاني وافتح الصوره بتاعتي كده. شفت انا جايب البلانشه ليه بقى؟ في سر في الموضوع. اوعى اوعى، الله عليك لسه بس خلاص راضي عني. طيب هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنعمل كده ونعمل هنا كده ونعمل هنا كده. انت لازم تعملي الشغل ده في المطبخ. مش ناقصك حاجه عشان تعمليه. بلاش اللي بتشتغل عليها تحطيها تفردي عليها زي ما انا شغال كده، تدلعي في المطبخ تظهري مهارتك. حلو، العجينه عندي جاهزه. على فكره العجينه الباقيه اللي عندي دي ما تترميش، زي ما انا شغال فيها كده بلمها واحطها على جنب لمده 10 دقائق، تتعاملي معاها زي العجينه مسبقا، خلي بالك. اخد العجينه اريحها بالشكل ده كده. اخد الحشوه الحلوه دي كده اسقط بيها هنا كده. اجيب المعلقه الحلوه دي كده. وافرد العجينه دي هنا كده. فكره عمل السينابون اللي هي عجينه القرفه والسكر البني كلنا عارفينها،
بتبقى العجينه دي غير العجينه الثانيه. العجينه دي بتاخد زبده بتاعت السينابون، بتاخد بيض، بتاخد خميره، بتاخد بيكنج باودر، تفرديها كده. انا بشرح دلوقتي عمل السينابون عشان ما تفتكريش انا بعمل السينابون. خلي اللي بيجي متاخر دلوقتي ويفتح التلفزيون القناه الاولى يقول لك الشيف بيتكلم عن السينابون ده بيعمل فراخ. تاخد سكر بني، ما عندكيش سكر بني بتجيب سكر التموين تحط عليه معلقه عسل اسود بقى سكر بني. شفت ازاي انا بخرجك من المازق؟ اه. وبعدين تحط زبده وتلف العجينه وتقطعيها دوائر وترصيها في صينيه تسيبها تتخمر، تطلع من الفرن التخميره تخش النار، تحط عليها التوبنج اللي انت حباه، تحط صوص شوكولا، صوص فراوله، كراميل، زي ما انت عايزها. وعملناها قبل كده ونعمله تاني وتالت ورابع برضه بفكر مختلف. الفراخ كده انا فردتها زي الفل. حلو قوي. مش عايز دي خلاص؟ بالله عليك انا عايز اسمعك صوت العدس وهو هنا. شوف انا ساكت. واو قلبي بيدق. اوعى تقولوا لي ما حدش بيحب العدس، كلنا متربين عليه ومفتومين عليه. العدس الاسود ممكن تعمليه برجر على فكره. هناخد كده العجينه رولز سينابون، انا سايب سنتي في نهايه العجينه مش حاطط عليها حشو، وده المطلوب عشان تمسك. ناخد العجينه كده زي الفل يا عم الشيف بالساطور. دي مش عايزها ولا دي عايزها. بقيه العجينه الله عليك الله عليك. اعزمي ولادك بقى، خلي ولادك يعزموا اصحابهم، خلي جوزك يعزم صحابه. عملت لهم المنيو النهارده، طاجن العدس الاسمر ابو جبه الحلو المصري عملناه بالخضار، يعني فخده ضاني احلى من فخده الضاني، احلى من الديك الرومي. عملنا فطاير بالدجاج هنشوفها تستوي ازاي دلوقتي. هعمل سلطه البتنجان دلوقتي تاني بفكري تاني اهو. زي ما انا شغال كده. الله دي على اتنين. يلا هو هوبا هوب. يلا حلو قوي. هنشتغل ازاي مع بعض؟ معانا دي وانا شغال كده بلعب غرها دي. حلو كل الدقيق ده انا عايزه. نجهز الطاسه بتاعتنا على النار وناخد العدس ده نحط عليه شويه الميه دول ونركنه على جنب هنا يعيش مع نفسه. وناخد الحله بتاعتنا او الطاسه بتاعتنا تخش النار. حلو الكلام؟ ونحط فيها معلقتين من الزيت قليل جدا. ونبدا نشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد دول كده. نيجي على اول واحده كده. يلا، على فين؟ يلا بينا يلا بينا. هوبا تاني. اه يلا وانا شغال. اه مع بعض. يلا تاني. دي ايه ده؟ ما ترموش على فكره، بعد ما تخلصي منه بترخليه وتشيليه عادي. ما تقوليش الشيف المغازل مبذر عشان يعمل فطاير استهلك كيلو دقيق خالص. أنا عارف أنت بتفكري في إيه دلوقتي. دايماً بنسيب الإيجابيات ونفكر في السلبيات. آه. شفتي العجينة لازم تكون مع دقيق كتير عشان تتسلك معايا. آه. يلا بينا يلا بينا. آه. تاني. يلا بينا يلا بينا. آه. تاني. هنعمل 30 40 واحدة. طبق تبوله، طبق فتوش، طبق سلطه البتنجان اللي عاملها دلوقتي، اصبحت وجبه حلوه.
وجبة عشاء بالليل، شوية زيت حلوين ونسيبهم على النار، ونار هادية مش نار شديدة، ونروق الدنيا دي كده. ونستأذنك يا مخرجنا يا جميل تكون راضي عني، نطلع فاصل صغير عشان نرجع نشوف العدس الأسمر من خير أرضنا قدمناه فكر جديد النهاردة. معانا فطاير جميلة، فطاير الدجاج على طريقة المغازي بطريقة جديدة، معانا سلطة البتنجان كمان النهاردة بطريقة جديدة، وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. نصيحة من شيب يحبكم، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لمسرح الإبداع، مسرح إنك إزاي تدوري من مطبخك وحاجتك في المطبخ بأقل تكلفة. فطاير معايا، ولادي بيحبوها بالجبنة، فكرة عمل البيتزا ده تطوير، خلي بالك ده كله أنا بقدم حاجة جديدة. دي فطاير أيت، شفت الشقاوة؟ هو ده. لو تكوني شاطرة في المطبخ تفرحي بنفسك، تحس إنك أنت اللي في العيلة الوحيدة الجنرال بتاع المطبخ. شفت الحلاوة؟ بس خليهم دول على جنب بس كده، عشان أنا طلبت من مخرجنا يزودني في الفاصل شوية عشان نعمل الافتكاسة دي. ننزل بدول كده، استوى على النار. معانا زيتون، معانا جبنة، جبنة دي ممكن تكون جبنة رومي، ممكن تكون جبنة موزاريلا، ممكن تكون جبنة بارميجان، النوع اللي بتاع جبنة شيدر. نسيب دي تستوي كده زي الفل. الله أكبر. حط شوية زيت صغيرين ونسيبهم يستووا على النار. حلو الكلام. هناخد دول كده زي ما هم. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا جبنة، شفت الشقاوة دي بقى؟ اهوت فطاير جبنة اختياري، زيتون اختياري، اسود، اخضر. هنخدهم ندخلهم في النار دلوقتي، يبقى انا غيرت الطعم، خليتها ايه؟ ميني بيتزا ولكن بمدرسة المغازي. يلا ندخلهم النار مع بعض، يلا ندخلهم النار. شوية جبنة على الوش كده عشان تثبت الزيتون ده كده، اهو اعملي كده زي الشطار، هو ده كده. يلا بينا. حلو قوي. خلي دول هنا، الرشة الجريئة بتاعت المغازي من الزعتر على الفرن بدرجة حرارة 180. افتح يا سمسم، زي ما هي كده. يلا مخرجنا، بص عليها كده، هو ده ميني بيتزا بفكر جديد بأقل تكلفة ممكنة، ولكن القيمة الغذائية فيها كل حاجة، بروتين حيواني، فيها معادن، فيها كالسيوم، فيها كل اللي انت حباه. نعم يا غالي، كالسيوم البيض اللي انا عاجن بيه العجينه، والبيض اللي انا حاطه على الكفته. انت بتختبرني ولا ايه يا غالي؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه موضوع العدس. بيتكلم مصري. ده الطاجن بتاعنا، نحطه هنا كده، ناخد العدس الحلو اللي تعبنا فيه ده كده، الله، ونسقطه هنا في قلب الصينيه او في قلب الطاجن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ الله يسامحك، انا اول مره اشوف العدس بالشكل ده. لسه ما خلصتش. هنا بقى الافتكاسه اللي هي مش مكتوبه في المقادير، ودايما اخرج عن النص، ولكن اللي بيخرج عن النص بيكون ايه؟ واثق من نفسه ومتمكن وعارف هو بيعمل ايه. العدس ده قيمه غذائيه عاليه جدا، معاك. الاولاد بيحبوه، بس انا عايز محتوى غذائي يناسب الصغير والكبير. ايه المشكله لما ادعمه ببروتين نباتي حيواني؟ لا يا غالي، مش لحمه مفرومه. والله انت مخرج حبيبي، حبيبي هارتي، مش لحمه مفرومه خالص. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا بيض، بناخد بيضه كده زي ما هي، نفحر لها كده فحره وتنزل كده، يا دلعك كده كده، وتنزل بالشكل ده كده. جديد ولا مش جديد يا بتوع المدارس؟ حد يقول لي بقى مش جديد. ده عدس طلع نزل، هو عدس ولكن الطعم مختلف. رشة زعتر حلوة على البيت ده عشان افصل الطعم.
رشة فلفل اسود على البيض ده عشان الزفرة. درجة حرارة الفرن عندي 180. بنشوف الفطاير بتاعتنا اخبارها ايه. ده لازم يطلع على الشبكة. الفطاير خلاص، اللهم صل على النبي. نخليها هنا كده. ناخد الطاجن بتاعنا الحلو ده كده، بنرفعه على الشبكة. المطلوب من الفرن هنا يسوي لي البيض في درجة حرارة الفرن عالية 180 بالشكل ده كده. شفت الفكرة الحلوة دي كده؟ اهي فيها كل الوصفات اللي انت حباها. دور على بروتين نباتي هتلاقيه، بروتين حيواني تلاقيه، معادن تلاقيها، كالسيوم تلاقيه، الياف تلاقي، خضار جميل. والصورة الحلوة تسبق الحديث. فين الصورة اللي على الشاشة من الفرن يا ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ كنز طهوي في قلب الفرن. هنقفل الفرن بتاعنا وبيتكلم مصر. نغرف الفطاير بتاعتنا الحلوة. الله، تعالي يا حلوة. ده نوع من الفطاير. في نوع تاني على النار من غير جبنة ولا زيتون، اختياري. سيرفيس تاني وطبق تاني. ألف هنا وشفها. نقدمه هنا؟ يلا، ده مكانه هنا. دلعني. ناخد ديرك على جنب ونشوف الفطاير اللي في النار أخبارها إيه. نبدأ من هنا، يلا بينا. سامع الصوت ده كده؟ عينيا. اتحمص. شفت؟ لازم تكون نار هادية، نار شديدة هنا مش معانا، ما تنفعش معانا. بتسيبها براحتها زي ما انا شغال كده. وصينية يكون المعدن بتاعها سميك من فضلك. التفاصيل اللي بتكلم فيها دي مطلوبة. يعني ايه سميك؟ يعني الحلة تكون سميكة عشان تحتفظ بدرجة الحرارة ويفضل تكون زهر. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل سلطة البتنجان بفكر جديد على الطريقة المغذية غير اللي احنا متعودين عليها. معانا بتنجان، معانا توم، معانا بقدونس، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل مع زيت زيتون وعصير حامض. ومعانا بتنجانيه، معانا كرومبايه حمراء كده، كرومب اللي هو الكابوتشا المعروف في السوق. نشوف نقدمها ازاي. حلو الكلام. التقديم في السلطات بالذات مطلوب يكون الشكل جديد، ومطلوب انك تغيري من الشكل قدام ولادك. نولع الزيت بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. أهم حاجة يا أمي، أهم حاجة يا ستي الكل، أهم الحاجة يا عروسة يا حلوة، أهم حاجة يا ست الحبايب، تنظمي وقتك في المطبخ. أول حاجة بدأت بيها العدس عشان عارف هياخد وقت كبير على النار. العجينة كانت أنا عجنتها وسبتها تتخمر، ده الطبيعي عشان أكسب وقت. بدأت أشتغل بالتوالي وبالتوازي زي ما حضراتكم شفتوا إزاي. حطيت العدس على النار، حطيت الخضار، سبته يستوي، اشتغلت في الفطاير بتاعتي وهي على النار بتستوي قدام عينيا على نار هاديه كده زي الفل. ونشتغل في السلطه بتاعتنا مع بعض. نجيب الكروبايه الحلوه دي كده، هاخدها شرايح، وعندي زيت غزير. الكروب الحلو ده مطلوب، هنقدمه بفكر جديد النهارده. هناخده زي ما هو كده. الله عليك يا عم الشيف. سنة شبت صغيرة عليه ونقلبه كده. عندي زيت غزير، اسيبه يسخن شوية. حلو. نجهز حاجة مع بعض هنا كده. بلانشة تانية. وناخد البتنجان اللي احنا شويناه من شوية، نسقطه هنا كده بنفس السطور اللي كنا بنقطع بيه من شوية. الفطاير بتستوي. ونمسك البتنجان كده. اهرسيه بالسكينة، بلاش الكبة من فضلك، زي ما هو كده. ياخد البقدونس، ياخد التوم،
ياخد الطحينة، ياخد عصير الليمون، ياخد رشة الملح الصغيرة مع رشة كمون حلوة. كل ده الزيت بيسخن، أهم حاجة تنظم وقتك في المطبخ. الفطاير على النار هشيلها دلوقتي، بس الفيز تاني. مخرجنا بيقول لي العدس وصل لفين. شوف البتنجان الأول بالله عليك، شوف الحلاوة دي. ده عايز عيش بلدي، ده بابا غنوج. بس سريع. في الطحينة، في زيت الزيتون، في عصير الحامض، هنخليه على جنب، عايزه بعد شوية. حلو، ناخد الكرنب بتاعنا، اللهم صل على النبي، نسقطه في قلب الزيت. ايه الجمال ده يا شيف؟ الكرنب ده لما ينزل في الزيت هيتحمر دلوقتي، تاكل صوابعك وراه. مش هسلقه بقى، دي مدرسة تانية خالص. نجيب سرفيز التقديم، طلع لك العدس تتفرج عليه وتشوف دلع البيض طبعا اللي حطيناه من البداية. الله، ده مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي، صل على رسول الله. طاجن العدس على الطريقة المغازية، وحقوق الطبع لدينا وبس. النوع الثاني من الفطاير. الله، شوكة. الكاميرا هتجيب ايه ولا ايه؟ الحب كله على رئيس ست ام كلثوم. على الشاشه طاجن عدس بيتكلم مصري، فطاير بمدرسه جديده خالص، ميني بيتزا بمدرسه جديده خالص، لسه البتنجان دلوقتي هنشوفه بمدرسه جديده خالص. فنستحق من حضراتكم وقاعدين بتتابعونا كده وتشاهدون القناة الأولى والفضائية المصرية، تقولوا معانا حقوق الطبع لدينا وبس. دي الفطاير أهي. النوع التاني، سرفيز التقديم للسلطة. الله، تعالى يا حلو، دلعني. الله، ناخد الكرنب بتاعنا ده كده. الله، المطلوب من الزيت هنا. الله، شفت الكرنب اتغير لونه ازاي؟ هو ده، اصبح ان الكرنب من انواع الورقيات اللي اول ما بيشم النار بيشم الحامض، بيشم زيت الزيتون. بتشوفوه اتكمش كده بالشكل ده كده. ناخده زي ما هو كده. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ اول مره اشوف الكروب بيتقدم كده. الطبق ده مكانه هنا. تسلم ايدك يا ام غازي. البتنجان بتاعنا الحلو، اسقطه هنا. جديد ولا مش جديد يا بتوع المدارس؟ هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. نمسك كده الشوكة بتاعتنا. ألف هنا وشفا. حلقتنا النهاردة فيها شغل، فيها خبرة طهوية، فيها سلطة بتنجان لأول مرة نشوفها، فطاير بالدجاج على الطريقة المغازية، إلا طاجن العدس بطريقة جديدة كمان. يعني تقدري في مطبخك تخشي بأقل تكلفة ممكنة، تعملي ابتكار ورؤية طهوية مختلفة، وده يرجع لحبك للمطبخ وحبك لولادك وأسرتك. يعني رؤية، فن، إبداع. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.